أنا أخجل. عبد الملك بن مروان يدز رسالة لوالي المأمورين على أفريقيا، يقول له والله يعجبني البربريات، فإنهن ذوات نهد وعينين وطول وعجز. سكانة شمال أفريقيا كانت ممتازة بالطول والجمال والشاقة والأشياء معينة. فبعث لي ما شاء، بعث له 100,000 وحدة. شوف المصادر السنية، هاي مو حد شيء. 100,000 واحدة من ذن اللي مأسريهم إسوان قاعدة هي وبنها هي ورجلها، ودوهم دمشق. جاء عبد الملك أخذ منهن يمكن 20-30-100، وجي ولده أخذ لهم 20-30، تجوز هذا 40-50، بقى 100,000 وحدة أو 80,000 وحدة في شوارع دمشق لا أحد يؤويهم. أقروا المصادر، لا تحكون معي، أقروا المصادر. 100 وحدة خطية كانت يم رجلها، تعاي أنت أسيرة وهذا سبية، جيبها وبعدين شكلها مثلا ما عجب هذا روحي بالشارع. وبقاني ينام بالشوارع ويطوهن أكل حال الكلاب عفوا. هكذا إسلام أكو يعني، هي فتوحاتها يعني، هي فتوحات اللي يتغنى بها السلفي. وقد وصلوا أخي، شو وصلوا والله تدنى لها النفس. إسلام علي يختلف عن إسلام الأمويين إخوان، إسلام محمد يختلف عن إسلام الأمويين إخوان.